ده بكالوريوس قشطه. ده انت اللي قشطه. بقول لك ايه؟ ابغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات اكون عارف. قشطه يا جون. قشطه يا شجره. انا رجليا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجليا دابت من الوقفه، والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما ابعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه. قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. هتموتوني ولا ايه؟ اركع. لا ابقى ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مذله. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. عاش سلطان البلاد. عاش سلطان البلاد. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي. يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشعب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب صوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقعده وحجرين والصباح وهي ترقصت وكده. يعني بقى ليله الدخله لو انتوا عارفين، انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سخرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخله قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس. نعم؟ لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس. يا عم هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. انه ايوه. قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط. نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ فين؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضلوا الشوارع ونفضلوا الحواري ونفضلوا البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله.
وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلب الزعفران، مية وسخة مغلية بالحبهان، حلة جزم، شربات، ايدهون، اي حاجة مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظة الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجينا مسافة السكة يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني ومية ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصري عاش سلطان البلاد، عاش سلطان البلاد، عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تظبط. ها، والايام ايها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحريه، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشروا بقى. يلا بطيانه يا عم. طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده بطيانه. انت هو لا ما. يلا يلا امشي انت هو يا ولاد. يلا يلا انت هو يلا يلا بقى. يعني بعد ما قتلتلك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجه. ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وادري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي؟ يا طربال انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا طربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا طربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك طربال يا مولاي. ايه مهديات وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداروا به على دناءتكم. يلا برا برا يا زلمة برا. ايه يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاتي ده احنا الاتنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك. يا شجره احد. مولاي السلطان، ان قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذ لي في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين
سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق طيب. قشطة. إيه؟ فستان. الفستان. الفستان يا معذر. بفكرك عايزنا فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده إيه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا لي عمنا. ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مداليم بس يعني انا اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم 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 وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر طيبين. انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين. اللهم حصل، اللهم فشل، اللهم فشل. انت دار جايين، انت دار، انت دار. خلي بالكم الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي من دولك الحكام بيتعبوا بيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلب ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر من انت جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس لنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكبشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريسة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ انت واخد البلد ورايح على فين؟ لا، لان بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ هذا راح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا، احنا فعلا ما قدامناش وقت، ولازم نتصرف باقصى سرعه جدا، ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثة ولا ايه؟ ولا ثلاثة. ليه؟ وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك من شايفه انت، هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل. ها، في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده، وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. ده عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين، وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب و والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها.
ايوه يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده وفي السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى الأول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص هو اسمع. اسمع، ما تقول اسمع لما اقول لك. قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حاربت المقابلة بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. اذا كده اركان العملية كلها اكتملت، ولازم يكون في سرية تامة، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجرة الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروس عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضيح انت، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. أنا بقى عايز أعرف كل اللي بيتقال. وأنتوا طبعاً رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الأمير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان أقطع له راسه، وطبعاً بمساعدة رجالتي وحبايب. إحنا خدامينك يا سمو الأمير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي أنا. أنا هعرف إزاي أكسر سمه وأخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا امير طربال. طول عمرك سخي يا امير. اتحرك معايا بسرعه، انا عندي اوامر. أخيرا لقينا لوحدنا. أنا عمال أشاور لك وألف حواليك وأقول لك الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، أنا حواليك حاجة عشان تعرفي إن إحنا الاتنين من دم واحد. بصي. أنت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. إيه؟ انت محروس. محروس.
يا ست محروس مين انا اللمبي؟ انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانة على كتفك. بقضيك يا اسالك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك. هساعدك عشان خاطر تمسكي العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده تربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جايب المفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هريسه ده واخد بعضه وامشي على السيده زينب. انا زهقت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقفوا على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ولا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان. يعني عيش حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة. واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشمطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. ايها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة اخرى ويا ويلها ويويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم.
وليكم شايفين المسألة مسألة واضحة وضوح الشمس. قتل الأمير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. قتلوا اللمبي الخان! قتلوا اللمبي الخان! قتلوا اللمبي الخان! لا والله ما كدبت، ما صدقوش ده كذاب، والمصحف ده كذاب انت. والله ده كذاب، ما صدقوش يا جماعة أنا غلبان. أنا مش من هنا يا جماعة، والنبي أنا من القلعة وسيدة زينب، بعمل طعمية وفول وطين جنب خلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكند. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه؟ جاري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عشرة مين لمبي؟ ودوه على الكبر هناك، دخلت من هنا في الشد، اضربها بالمبقى، حطوه في الثلاجة. عشرة مين لمبي؟ انت فين يا زيناد؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زيناد؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زيناد فين؟ زيناد انا هنا يا حمامة. هي وحلاوتها هي. امال فين لمبي؟ ما انا هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا هو يا حمامة. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زيناد. يا عم التتار جايين يا لمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم ده. الحرب يا عم. الحرب يا زيناد. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب بالتلاتة عرفت. التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ما هو ابتدى خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار. كفاية يا لمبي. بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ابو حبيبي يا عم انزل وضع ناقصه خانقه هتقولي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال، الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكفحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى يقتلوه يا جدعان، الراجل ده والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى، ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي، خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. قول انت، قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد، الى السنديد. اطلع اقعد فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه؟ فاتحين كارت الاسبستون؟ لمبي. نعم مين؟ لمبي. عم هريسه. لمبي حبيبي. عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. ما انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. ايوه ضعف، ومعنى كده اني اجلي. ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته. ضيق. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش احنا. يلا 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 اخليني شويه يا لمبي. يا بنت يلا بقى. ده انت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتبنيها دي؟